السلام عليكم. في موقع اسمه دي دريم جنريتور، برضه بيكون الصور من الكلام اللي انت بتكتب له اللي انت تتخيله. اقول له جنريت، وتبدأ تقول له انا عايز ايه بالظبط، وهل انت عايز ارتست ولا فانتاستي ولا فوتوريل، الكواليتي نيجاتيف برومتر، فيس انهانس نورمال، اب سكيل. ممكن تشوف انت محتاج ان انت تكبر مثلا، هنلاقيه عمل لنا صورة بالشكل دوت. ممكن نقول له ريجنريت وتشوف لو في اي بارامتر عايز تغيره. نقول له جنريت، فنلاقيه عمل لنا اللوحة بالشكل دوت. تمام. ممكن تقول له ميك ات بابليك، بحيث ان انت كانك بتشارك مع الناس كلها، وتديها اسم مثلا، وليكن مثلا فلاور. تمام. وتيك ديسكريبشن، طيب ببلش.